محمد علي التومي وزير السياحة، مرحبا بك في نوات. مرحبا. اليوم رهانات كبيرة، حدود تونسية عودة تحلت للسياح بداية من 27 جوان، تدابير مختلفة، ثلاثة قائمات. في الوضع هذا انت كنت انتقلت، احنا اليوم نذكروا اللي احنا نصوروا نهار الثلاث 30 جوان، انتقلت البارح الاثنين 29 جوان في العشاء مطار تونس قرطاج صحبة وزير المالية ووزير النقل لمعاينة اللي فما. كنت قلت اللي فما برشا نقائص، فما حاجات ماشية وفما برشا نقائص سيتم تلافيها من خلال قرارات. شنو هي النقائص هذه أو أهمها، وشنو هي القرارات الممكنة لتلافيها؟ شكرا على الاستضافة. وبالنسبة للحقيقة معناها الكونتكست نتاع الزيارة، كم فتحت الحدود 27، حبينا نشوفوا على عين المكان كيفاش التعامل نتاع البروتوكول اللي حطته وزارة النقل استقبال المسافرين، كذلك ما يخص الديوانة من تتبع كما تعرف وزارة المالية. أنا يمكن بشوية ركول التعامل بصفة عامة مع الاتيارو ولا مع سياح كيجيو، لقينا اللي الحقيقة فما أبليكاسيون للبروتوكول الصحي في المطار، فما ناس ملتزمين كسوا بوضع الكمامة بليجست بارير، فما معناها زادا مسألة التثبيت نتاع البي سي ار بالنسبة لليزون كما قلت انت اللي حطيناهم. بعض النقائص تخص خاصة وضعية المطار، هذا اللي لاحظته أنا شخصيا، مثلا وضعية الحافلات اللي يستقبلوا فيهم اللي يهبطوا ويركبوا فيهم الناس كي يهبطوا من الطيارة، وضعية رثة ما شفناش الكل، احنا طلعنا يمكن في حافلة، لكن للأسف كان موفي اكزامبل يلزم بتاتر هذايا نشوفوه. فما زاد معناها وضعية المطار بصفة عامة، البوردور الكلوتور اللي ما موجودة وين فما إشكاليات معناها باش تزيد تتصلح. فما فيما يخص زاد دخول المسافرين، تعرف احنا نتمناو اللي عدد المسافرين مش يكثر بالايام الجايه ان شاء الله، هذا على كل ما نتمناوه. دونك اسكو معناها مش يكون فما سلاسه في دخولهم، وين اللي يقولوا دي ترونغلومون كما يقولوا، وين شفنا باش نونتيسيبيو ونحضروا معناها اشياء باش نجموا نسهلوها خروجهم. الموظفين اللي يخدموا غادي معناها اسكو هما محميين ولا لا، شنو اللي لازمنا كيفاش لازمنا نحميوهم، لانه هما في تعامل مباشر مع الناس اللي جايين من مناطق مختلفه فيهم البانديمي. معناها هذا كل واحد، كل وزير بيان سور في الشان اللي يخصه، وان شاء الله الايام القليله القادمه يكون فما اكيد فما قرارات، خاصه كما قلت لك تخص الحقيقه اكثر مني انا وزير الماليه ووزير النقل. وفي القرارات اللي تخصك انت؟ انا بالنسبه لي كما قلت لك الحاجه اللي الحقيقه لاحظتها هو في مستوى الحاله نتاع الحفله، وخاصه الحفله اللي طلعنا فيها لما حاله اكدوا لنا انه هذيك ماشي معناها مش هي الريفيرنس، لكن فما عمل على المسألة هذه. لاحظت زادة في مسألة البجاج، وقت في تطليع البجاج وحتى البجاج اللي من الداخل كي تهبط من الطيارة حتى لين يخرج للمواطن، فما بعض الإشكاليات يزم تتعالج، معناها يزم سيركوي كونفيرمي. شفت البجاج كي يدخل في السكانير ويتعدى يزم يولي يدور في سيركوي فيرمي، بور لو مومون سي با لو كا. معناها فما بعض قلت لك النقائص اللي لاحظتها هي راهو، ويمكن حتى اللي يسمعنا ما يفهمهاش بالكدا، لكن هي عندها تاثير على كدلة الطونط نتاع الكليونات، هذا اللي يهمني انا، فهمت؟ معناها هي دي ديتاي، مي هما عندهم قيمه على في السياحه، لانه انت سائح وقت اللي يهبط من الطياره في تونس هذاك اول حاجه يشوفها المطار، الكار اللي باش يركب فيها، قداش باش يقعد يستنى الباجاج نتاعو، كي يخرج كيفاش معناها اذا كان مو جاي عنده وكيل اسفار يستنى فيه، كيفاش ياخذ التاكسي، دون كيل كونديسيون. هذوما الحاجات اللي انا نركز سينياليتيك، انه قطاع الخدمات عموما والسياحه بالاخص يرتكز على برشا تفاصيل، لكن هما يكونوا عندهم اهميه كبيره وانعكاسات مهمه على لا كاليتي دو سيرفيس. في نفس الوقت برشا من النقاط اللي حكيت عليهم يهموا ايضا وزاره النقل ووزاره الماليه، لكن هل انه احنا في وضع اللي يلزم يمشي وزير باش يشوف اللي الباجاج نو سيركول با كيما يلزم، والا للكيران في حاله رثه وتتخذ قرارات؟ معناها فما مستويات مختلفه في وسط المؤسسات، في صلب المؤسسات اللي تتلهي بالبنيه التحتيه نتاع مطار تونس قرطاج، فما لو اس، فما
فما العديد من المؤسسات اللي في مراحل مختلفة وفي مستويات مختلفة منها مفروض المسؤولين يتدخلوا. هل أنه يلزم وزير بشي لاحظ نقائص كما هكذا؟ احنا في السنين الأخرى صاروا برشا صدمات للوضع بصفة عامة، برشا كونفرونتاسيون، برشا إشكاليات كسوا على مستوى الإداري ولا على المستوى السياسي، خلات أنه السلاسة اللي تحكي عليها أنت اللي كانت موجودة ضربت. معناها اليوم فما بعد ساعات فما كيما لي بارير، الامور ما تتعداش هكا بطريقه سهله وكل واحد يقوم بدوره. فما سامحني الماكينه مش مقرسه 100% من الاخر. ونعتبر اللي وجود الوزير في حاجات كيما مطلوب اليوم، مش معناها ما كانش مطلوب ولا غدو مش مطلوب، لكن توا في الوقت اللي احنا نحكي على الكونتكست الحالي، في الكونتكست الحالي مطلوب، لانه يوري حضور الدوله، حضور الحكومه، المتابعه اليوميه. وكان لازم الواحد يقسم وقته في الجمعة في الأسبوع يعمل حتى زوز زيارات ميدانية، مش حاجة خايبة بور موتيفي سي جروب سادا سي تروب كما يقولوها، ما فيها باس. اللي راهو راهو الحكومة راهي اللي لا باش تتبع باش تتابع باش تقول للمحسني أحسنت، اللي يعمل يخدم في خدمته واللي ما يخدمش في خدمته تنبع عليه وكازم تبدله، هذا مطلوب. هذا يطلب زادة تنسيق ما بين الوزارات. ما مدى سلاسة التنسيق ما بين الوزارات اليوم في الحكومة الحالية؟ والله الحكومة الحالية رغم العديد من الصعوبات اللي الكونتكست اللي خلنا فيه، الحاجة الباهية انه فما معناها الوزارات يحكيوا مع بعضهم. انا نعطيك المثل نتاع الكورونا وكيفاش عشناها، حتى فيما يخص مثلا الاشكاليات هذه نتاع ليزون ونتاع البروتوكول، رغم اللي بعد ساعات نكونوا مختلفين على التوجهات وهذا وارد جدا. انا مثلا ما عندناش نفس الرأي، فهمتني؟ لأن كل واحد يدافع على حسب القطاع اللي خدم فيه، لكن نحكي مع بعضنا وأنا نشوف هذا شيء إيجابي بصراحة تامة. معناها بقطع نظر في التالي عندك رئيس الحكومة إلى أربيتر سي الأربيتر وريفا أربيتري بدون فصان، لأنه فما موازنات وفما لكن أنا الرأي اللي من الأشياء الإيجابية على حسب رأي حاليا في الحكومة أنه الناس تحكي مع بعضها. في نفس الوقت لاحظنا لساعات ينقص التنسيق الحكومي أو ما فماش انسجام ما بين التصريحات على الأقل على المستوى الاتصالي في الحكومة. نتذكر مثلا وزير الصحة عبد اللطيف المكي كي قال نهار 17 مايو في قناة حنا بال أنه السباحة ممنوعة في البحورات، وبعد كان لازم أنك أنت تتدخل في موزايك إذا مانيش غلط على باش تقول لا راهو التصريح فيه وعليه وكل شيء. ديجا هو يتكلم على منع والمنع يرتبط بالقانون، فما حتى قانون كل شيء هذا، لكن كان فما توضيح منك. هنا نلاحظوا اللي فما نقص عاد في الانسجام الاتصالي، وتعرف أهمية الاتصال في الأزمات اللي كما هذه. مش عنديك رأي، أنا رأي ما بدلوش، هذاك هو ذي رأي قلته حتى في الحكومة. وقت لي اون طون دو كريز لازم فما شخص واحد يصرح ولا لا ليميت بورت بارول، هذا رأي. كي تكثر التصريحات يصير حتى على حسن نية. واكبر معناها كاف الحكايه انه التصريح اللي تحكي عليه انت، على كل انا حكيت مع سيد وزير الصحه مباشره بعد التصريح واكد لي وقتها وانا قلتها وكنت صادق في الكلام هذا انه هذا هو اللي قاله لي. يقول لي انا ما قصدتش اني نقول السباحه، هو يحكي على الاكتظاظ على مستوى الشط والتقارب، هذا مش موضوعه انه سباحه. دونك انا جيل كروا وهذاك علاش خرجت وصلحت وقلت مش هذا اللي واحد. دونك سي فري تقرات في البرسيبسيون عند برشا ناس انه تضرب تصريحات، اما مش هذايا انا نجم ناكد لك مش في هذه كان خطا، معناها انه مش هذا المقصود. بار كونتر صاروا تضاربات مع مثلا اللجنه العلميه في بعض الاحيان وقت صارت الخروج، لكن مش من باب التضارب، من باب بعد ساعات الفهم نتاع البروتوكول مش كيف. نعطيك مثال بسيط، معناها مثلا احنا يبدا عندنا بيريود ما قبل 27 وما بعد 27. يخرج الدكتور يحكي على ما قبل 27، يوقع معناها كونفيزيون سخيلو يحكي على جماعه ما بعد 27، لازم نخرج انا نفسر حاجه. معناها صاروا، ولكن هذا يتصلح بانه نعملوا مثلا وهذا حكينا فيه والناس كل متفاهمين كسوى اللجنه العلميه ولا السيد وزير الصحه، انه يمكن يكون احسن يكون فما بورت بارول كي تبدا مساله فيها شويه هكا خليه واحد برك ناطق رسمي يكون هو فاهم الوضعيه الكل نتاع الاطراف المتداخل الكل معناها ودور كل واحد، وهو يكون ينطق بالمساله هذه يكون احسن. هنا
باقي نحكي على الاتصال في وضع أزمة، فما وجه آخر من الأوجه هذه هو مسألة أزمة الثقة اللي اليوم موجودة مع الحكومة. صحيح المسار في ثنيته حول قضية تضارب المصالح اللي متعلقة برئيس الحكومة الياس فخفاخ، وهذا ولد أزمة ثقة نحبه ولا نكرهه. في نفس الوقت فما كلام في بعض المواقع، في مواقع التواصل الاجتماعي زادة، على أنك أنت عندك وضعية زادة متاع تضارب مصالح من خلال وكالة الأسفار متاعك اللي هي كيرانيس ترافل، اللي كانت خذات حسب بعض الأقاويل 11,000 ليبي في فترة دوك البوست كونفينمون وكل شيء بعد دخولهم لتونس وتلهيت بالحجر الصحي متاعهم. ما مدى صحة الكلام هذا حول وكالة الأسفار متاعك وعلاقتها بالمارشي هذا متاع الليبيين اللي جاوا في فترة الحجر الصحي؟ واضح. شوف، أنا قبل كل شيء مساهم في شركة كيرانيس هذه وكالة الأسفار، مانيش مالكها، مانيش ماجوريتير فيها، واحد كنت نصير فيها، كنت عضو مجلس إدارة ووكيل الشركة. بتاريخ 24 فيفري خرجت من المهام تاعي في التسيير كليا، مقتضى محضر جلسة ومصبوب في القبضة، يعني اون بوني ديفور. عندي حتى شريك يعيش خارج تونس جبته بالذمة، مش عملنا كل شيء دون لي ريغل دو لاخ. عندي أسهم تاعي في الشركة هذه، حتى حد ما قال لي اللي لو فيت دو ديتونير معناها لي زاكسيون راهو غير قانوني. وانا مشيت وصرحت في الهيئة تاع مقاومة الفساد، وعندي كيف كيف ما يثبت الشيء هذا. هذا جوست كلام متفاهمي. دخلت الوزارة نخدم على روحي. كيرانيس ترافل هالشركة هذه تشتغل مع الليبيين من 2011. تعرف أنت احنا في الخدمة متاعنا تلقى بعض ساعات بكالة أسفار متخصصة، واحد متخصص على المارشي البولوني، الآخر متخصص في المارشي الفرنساوي. أنا شركة متاعي متخصصة في المارشي الليبي من 2011، تخدم مع الليبي. في 2016 صار فما عقد، تقنت الأمور، خدم الأول كي تبدأ تخدم تخدم تلوش على العقد. وبعد كي تولي الحكاية معناها فيها كمام خدمة وكذا، واحد ولي عملنا العقد من 2016. حنا عاملين عقد في أفريل ظهر لي 2016 يتجدد سنويا بارتسيت الكونديكسيون، وإذا ما تحبش تجدو 45 يوم قبل لازمك تعلم. وقتاش صار الحجر هذا؟ صار في مارس الكورونا، في مارس. يعني وقتها ديجا الكونترا يمشي، أنا متفاعل معناها أمور واضحة، وأنا ساشونك خرجت وصار فما جيرون آخر وغيره. اللي صار شنو؟ اللي صاروا حاجتين اللي أنا شخصيا بيدي ما فهمتهمش في الشيء اللي خرج. الناس تحكي على شركة كنت نصير فيها، ما عادش نصير فيها. الناس تحكي على أنه فما ليبيين تعاملوا مع كيرانيس. وين وين الحدث؟ وين النوفوتي؟ وين الشركة هذه تخدم مع ليبيين من 2016، شنو جديد في الأمر؟ الناس تحكي على مبلغ معين، مبلغ هذا راهو حتى كنت توجد هو مش موجود، أما حتى كنت توجد راك تحكي على شيفر دافير، لأنه أنا هذوما ناس بتسكنهم، دونك في التالي أنت مش تكون عندك كوميسيون. الناس تحكي على أني أنا عندي تضارب مصالح. أنا على حسب رأيي وحسب ما نعرف هذه قنصلية ليبية مش قنصلية تونسية تكلم لي على تضارب مصالح. كان جيت نخدم ولا تدخلت بالشركة هذه تخدم مع الدولة التونسية، أنا ما عنديش حاجة مع الدولة التونسية، هذه الدولة أخرى، دولة ليبية عندها قوانينها اللي تخدم بها. علاش هي حابة تخدم مع شركة هذه ما خدمتش مع أخرى؟ برا وسألوها. ما نعرفش، نحبش نقول هاي مسألة كومبيتونس ولا مشكلة ريفيرونس ولا مسألة تعاملات، ولا خاطر انت باش تشد تخدم مع ناس من 2011 ل 2020 شوف قداش من سفير وقداش من قنصل زعما كلهم ما يعرفوش. دونك هنا المسألة بصراحة ظاهرة اللي نحبوا كلك سوا نضربوا الحكومة ونمسخوا الوزراء بالحق وبالبطل. معناه بالنسبه لك انت هذا هجوم سياسي أكيد. لا نوع من انواع اليقظه المواطنيه مثلا. انت تشوف العنوان شو يقول لك؟ هو يقول لك صفقه ب 20 مليار تورط وزير السياحه، وبعد كي تمشي تقرا الارتيكل تلقى اللي هو يحكي على شركه قديمه. وانا قلت علاش جباسيتي ان ارتيكل اون بارتيكولير خاطر لا هذا كله سيكريت انشر مقال يحظى بمنسوب معين من الاحترام والجودة. معناه باش نتكلموا عليه المشكلة المشكلة على الجدل اللي صار في الحكاية الكل. مو للأسف الجدل اللي صار كله اي تي ريبري
أكوز دو سات أرتيكل، واللي هو في مغالطة كبيرة، لأنك أنت كي تقرأ لا تفهمه. لها الوزير سرق العشرين مليار ولا ما عشان باع الوزارة وقبض العشرين، ما تفهمش. وهذا المغالطة وين؟ مزيدة في نفس الوقت، فما اليوم رغم اللي في أول الفترة اللي بدأت تخدم فيها الحكومة، ورغم أنك وزير السياحة، السياحة مسألة سياسية جدا، وهنا نراو انعكاسات السياسة وتأثيرها عليها. من الأول الحكومة قال رئيس الحكومة الياس فخفاخ، قال حكي على الديمقراطية الاجتماعية، وحكي على مفاهيم كما هكا، وتموقع سياسي كما هكا. لكن في الإجراءات الهوية هذه ملامحها تغيب شوية أو تولي فيها ضبابية، خاصة اللي جات زادة أزمة كورونا. مثلا اليوم شنية أهم مقومات الاستراتيجية الحكومية فيما يتعلق بقطاع السياحة؟ هل أنه تواصل للموجود؟ هل فأنه فما إصلاحات عميقة؟ وشنو طبيعتها الإصلاحات هذه؟ والله أنا جيست قبل ما نجاوبك على هذية، نحب نأكد على أنه الإجراءات اللي خرجتها الحكومة لمساندة القطاع السياحي لما جات الكورونا، كان العنوان الأول متاعها هو المحافظة على مواطن شغل، محافظة على المؤسسات. معناها الفولي جستمون سوسيال كان بارز، لأنه على شنية الفكرة هي؟ فكرة أنه كورونا كي دخلت ما كناش عارفينها وقت شتوفة، وخايفين لا يمكن المسألة تمتد حتى لفريل 21. شوف أنت قداش نجمو نخسروا مواطن شغل. لدي أنه الدولة ما تنجمش تقعد تعطي معناها دي إعانات إلى ما لا نهاية، وفي نفس الوقت إحنا المؤسسات السياحية إذا تسكر وتقعد ستة ولا سبعة شهور لا قدر الله مسكرة، الحلين الريوفرتور متاعها تكلف معناها برشة فلوس. على ذاك الفكرة مشينا في قروضات بتسهيلات كبيرة، لكن الشرط هو أنك تحافظ على مواطن شغل. دونك هذا حفاظ مواطن شغل، حافظوا على المؤسسة، هذا الأول لأنه سيتي ليرجون. بعد اكيد احنا شوف لو كان جينا راضيين وفرحانين بالشيء اللي وصلت له السياحه نتاعنا، رانا لاباس علينا. احنا الناس كل تعرف اليوم اللي عندنا اشكال قايم في الاقتصاد، وعندنا اشكال قايم في السياحه. الناس كل تكلمت على مداخل السياحه، والناس كل شكت في الامور هذه. انا نقول اللي راهو مش هذا الحل. الحل انه يلزم اليوم نطلعوا لفوق. عرفتك اللي تطلع لك تغزر من فوق وتقول اي اليوم احنا بتاتر اوناراتي لو بون فيراج، بنينا على برودوي اللي هو البالنيير واللي هو مازال برودوي ممتاز، لكن تعب استهلكناه ياسر وتعب، والكوميرسياليزاسيون نتاعو قعدت بطريقه مونوتونيه. متعهد يدير حالات يجي بهز حط في الاوتيل اخرج ديزكسكورسيون كلاسيك يتخدموا من عام 70 هما بدهم اليوم يتباعوا اربعة ولا خمسة انواع ديزكسكورسيون بيدهم سيدي بوسعيد كارتاج مدينه سيد دو جوغ هما بيدهم. فما اشكال السيستم كله تبع الحكايه هذيك من الانفستيسمون للسيستم تاع الاف تي اللي هي توضع الاراضي، ولو انه الاراضي ما عادش موجوده برشا، من الميزانيفو كيفاش كل شيء قاعد ديما عرفتم قولب. الور كو انت ما عادش وحدك، تي نو بير بلي وحدك في التيران. اليوم عندك دي كومبيتيتور، عندك ناس تنافس فيك وهربت بيك، عندك زادة تطور العالم من حولك. قبل كانوا مثلا اوروبا كان معناها طبيعي جدا انه يختاروا يجي تونس حتى من ناحيه السعر، نقولوا احنا بلادنا كومبيتيتيف في السعر. اليوم بحكم لي كومباني لو كوست والاوبن سكاي حتى المكسيك ولا تنافس فيك، لانه اليوم الاسعار رخصت ولا ينجم يمشي يشوف حاجه اخرى. في نفس الوقت برشا مواطنين وتهمهم المساله هذه، اللي كي يسمعوا كلام ملاحظين كيما اللي يقول لك فما اصحاب نزل عندهم امتيازات متجدده، امتيازات موروثه من خلال الاعانات اللي تقدم فيها الدوله، اللي هما في نفس الوقت ما همش مشغلين كبار. التشغيل اللي يوفروه هما مواطن شغل هشه أو موسمية. في وسط هذه الكل معناها، هل أنه السياحة التونسية اليوم والوضع اللي حكيت عليه والمشاكل، هل أنها بالحق رية من رواري الاقتصاد التونسي، وإلا نضربوا فيها بالإلكتروشوك؟ هي ميتة ونضربوا فيها بالإلكتروشوك من خلال امتيازات للمؤسسات العمومية، من خلال دعم مادي في بعض الأحيان. لازم نكون واضحين، أنا قناعتي انه حاليا ما فماش امتيازات للقطاع الصحي اكتوال، ولو يمكن هذا بعض الناس ما يوافقونيش فيه، لكن انا نقول لك اللي ما فماش امتيازات. حتى الاجراءات اللي كنت نحكي لك عليها هي قروض، والقروض يلزمها ترجع. معناها باش نكونوا واضحين، ماتنو اسكو السياحه هي ريه؟ بالفعل هي ريه،
بالفعل، لأنك أنت ما عندكش قطاع ما تجمش تستغنى على قطاع يدخل لك أقل شيء، أقل شيء 7% من الناتج القومي الخام، أقل شيء. أنا فما دراسات توصل حتى 14%. أنا عملناه 2019 كي ناخذ الديريكت والانديريكت، قطاع السياحة مدخل 9000 مليار. احنا اليوم الكورونا كلفتنا تقريبا 6000 مليار. ما عندناش كيش نعوضها. يعني مش خيار هو، أنت ربي أعطاك سبحانه أعطاك موقع جغرافي يخليك اوتوماتيكمون تقول انا لازمني نعمل على السياحه. اوكي هنا نحكيو على الاستثمار في الكبير، لكن عندنا زاد الحرفيين لي زارتيزون بيان سور. ما هو شنو هو؟ هو شنو احوالهم؟ شنو عملت لهم؟ تعبين تعبين. لا اخذينا لهم، اخذينا لهم 200,000؟ لا مش 200,000، عملنا لهم خط مالي في البي تي اس بنك اللي يعرفوها مليح ومستانسين بها، نوع تعرف كيفاش تتعمم ب 10 مليار دوات. يعطي قروض صغرى 10 مليون دينار. 10 مليون دينار بالفعل. اي 10 مليون دينار. خاطر مليار دويت وكمان ضيع. لا 10 مليون دينار. فوالا. انا هذه سبيسيفيكمون للحرفيين، لانه الحرفيين معناها امورهم اخرى. فهمت؟ وحتى التعامل معهم. ميثود انتيغي بروبوزي؟ لا لا لا، كل شوف قلت لك هذوما مستانسين بهم هما، هذوما قروض ميسرة بديتو ميسرة سبيسيفيك عملتها الدولة من قبل عن طريق البي تي اس للحرفيين. وهم فرحانين داير الحرفيين بالحكايه هذه، يحبوا جوست ماذا بهم يطلعوا في المبلغ نتاع الكريديات، معناها الكريديات مستانسين يعطيو 3 و5، يقول لك ماذا بينا نوصلوا حتى ال 10 وال 20 مره هذه. خاطر بالازمه ولا بلاش، الحرفيين يعيشوا في كريز كبيره. تعرف اللي اليوم كان تعمل دوره في المدينه نتاع تونس العاصمه، وحديثنا يتطبق على برشا جهات في تونس وبرشا مدن. ما عادش نعرفوا اما هو البرودوي التونسي الاصلي وما هو البرودوي المستورد من الصين او من غيرها من البلدان. فما حلول، فما استراتيجيات لمواجهه الزحف هذايا، الاسواقنا نتاع منتوجات تشبه مقلده على منتوجات نتاعنا نحن وتتباع في اسواقنا. فما يزن برشا خدمه على الحكايه هذه. لانه يعني اولا علاش الحرفي ما عادش يخدم في الصناعه نتاع بلاده؟ يمكن عنده مشكله نتاع مواد اوليه، تزود بالمدى الاولي وهذا قايم. انت تسال الحرفيين يقولوا لك المشكله ذي. يمكن عنده مشكله في التسويق، يمكن عنده مشكله في التعريف بالمنتوج نتاعو. والاستراتيجيه اللي قلت لي فما شنو هي الاستراتيجيه؟ الاستراتيجيه اول شيء يزن نلقاو حل للمواد الاوليه. انا قعدت مع الحرفيين، قعدت مع جماعه الفضه، وغدوه ظهر لي عندي قاعده يمكن مع جماعه المرجان. قاعد فما مشكله كبيره في التزود بالماده الاوليه، فما مشكله في الطابع. مشكله الطابع هذه مشكله كسوا لجماعه الفضه ولا لجماعه الذهب. فهمني؟ خدمه كبيره لازم تخدم. فما مشكله في مساله التسويق، يعني انت وقت اللي تعمل تصنع صنعه بلادك كيفاش تنجم تروج لها؟ كيفاش تنجم توصل؟ هذا مش كاكره، هذا يهزك يل ترونفوا فير ليدونتيتي نتاعك. اليوم تونس اسكو احنا عندنا ايدونتيتي ولا؟ اليوم اسكو نجمنا بعد 60 و70 سنه سياحه اسكو نجمنا نعملوا ايدونتيتي؟ كانت عندنا ايدونتيتي تهرت وضربوها الخصوم تاعنا وكملت عليها الضربات الارهابيه. راهو سامحني كي اللي عندك انت قطعه ذهب كمت ما 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 تحكيهاش باش تخليها تلمع هكا كل يوم وتغطس هي في الـ في الـ في الـ في, الـ في التراب وفي الكجات تولي كحلت تولي خايبه. احنا هذا صار لنا، راه احنا اليوم لازم نعاودوا نحيروا اسمنا ونحيروه وباش يتحير. راهو فما خدمه كبيره لازم تصير لداخل على المنتوج والبرا. خسرنا لوبيات قبل كنا نخدموا معاهم برا، وهذا اللوبيات بالمعنى الايجابي بربي مش بالمعنى اللوبينغ، راهي كلمه ايجابيه في الاصل. خسرنا احنا معناها يعني اللي كانوا يحبوا تونس ويجيوا لتونس وكذا ضيعناهم. نعطيك مثال بسيط، انا تتذكر قبل ما نعرفش تتذكر انت صغير حتى انا حكيوا لي شيء وشيء شفته بعيني. احنا كانوا دي ستار يجيوا لتونس، راه لي ستار نتاع السينما هوليوديان في الوقت نتاع هوليود في وقت معين نتاع فرنسا ونتاع مصر كانوا يجيو لتونس. كانوا يجيو لسوسه ويجيو لطبرقه ويجيو. اليوم ما عاد يجينا حد. علاش؟ ولا يمشوا اير. علاش؟ خاطر احنا بلحنا، لا عاد عندنا ايفنتمونات كبار، لا عاد عندنا معناها حاجات اللي نعملوها باش نستقطبوا الناس هذوما، لا عاد عندنا منتوج يجلب.
احنا اليوم عندنا شانتي كبير، انا شخصيا متاكد اللي راهو فما خدمه كبيره تستنى فينا، ولكن لازم كلنا نتفاهموا على الشيء هذاك. قول كلنا انا دوله قدوش نقولوا سياحه هي سياحه لا سياحة. لا لازم نكونوا مقتنعين انه هذا استلوفي كما قلت ريه من رواري وقت نعنا به مع المهنيين شنو نجموا نعملوا مش نضحيوا، لازمنا نضحيوا. فما حاجات لازمها تتعاود، فما حاجات لازمها تعاود، فما امور لازمها اليوم تختفي من الوجود لان تمثل معناها حاجه قاعده تجبد فينا لوطه، لازمنا نلقاو الاطار القانوني نديرو. تنجم تقول الوضع معناها تشخيصك الوضع واضح، لكن في نفس الوقت الوضع هذا فيه دي توندونس جدد قاعدين يخرجوا تلقائيا وبدون دعم معناها خاص ولا حاجه، اللي مثلا كيما لي ميزون دوت في تونس مستنسين بنوع واحد من المؤسسات الفندقيه معناها والسياحيه اللي هو لوتيل نزل اليوم فما لي ميزون دوت. لكن القطاع هذا حسب تجارب الناس اللي حبت تبعث دي ميزون دوت والا حسب اللي لاحظوه كل شيء انه عدد كبير منها يخدم البرة من القانون رغم انه معروف وعنده ريبوتاسيون كبيره. في نفس الوقت من خلال بعض التجارب تاع الناس اللي حاولت تحدث دي ميزون دوت ولا اللي عملتهم ولا اللي قاعدوا خارجين على القانون اما ذا بهم يدخلوا تحت القانون الموجود، البروسيدور ادمنستراتيف ياسر طويله ياسر صعيبه. انا حتى قبل ما تجي بحذانا اتصلت بان اكسبير كونتابل وبزوز محامين من اللي اتصلوا بهم ناس يحبوا يبعثوا مشاريع كيما هكا وحبوا يكلفوهم بعث المشروع هذا. يقول لك حاجه حتى انا تحشمني على خاطر العدد المونطون اللي باش نطلبوا عليه كبير برشا. علاش على طول البروسيدور؟ مش بروسيدور صعيبه لكن بروسيدور مجهده وطويله. فماشي تدابير حول الشيء هذا باش يتسهل على القليله، خلي لي زاكي سبونتاني هذوما تم تثمينهم ويتم مراجعه العربي اللي متعلقه بهم. اللي جيت برمي الحاجات اللي كبيت عليها هي مساله مراجعه القوانين اللي تخص كل ما هو استثمار الترناتيف معناها ولا كومبليمونتير. يعني اليوم الفلسفه هو كيفاش مش نجموا نعاونوا اصحاب الافكار الجديده واللي يدخلوا في مشاريع اوتر كل المشاريع الكلاسيكيه نعاونوهم. مثلا في حكايه الميزون دوت نعرف انا اللي فما مشكله كبيره يخص القانون، وخاصة فما تداخل ما بين وزارة السياحة ووزارة الفلاحة، وفما برشا الناس على فكرة بنين بلاش وخص. والتمشي في الوزارة اليوم في وزارة السياحة انه مش نشدوا الموضوع هذايا، مش عرفت كما كلكبة الخيط مش نفرزوه. يعني يلزم نقنوا ساعة للناس هذوما، فماش علاش يخدموا اور للوا، وبالعكس يلزم يدخلوا في المنظومة ونشجعوهم وتولي كما قلت أنت سياسة. وعلى فكره راهو العديد من الميزون دوت هذوما يقدموا في خدمات ممتازه وراقيه، والعديد من السياح اليوم يجي ويطلبوا، هناك طلب على المؤسسات هذه في بعض الاحيان حتى اكثر من الطلبات على الفنادق. نحكي لك اللي يجيو وحدهم مش يجيو عن طريق متعدد رحلات، وهو هذا المرغوب. المرغوب انه يوقع تنويع المنتوج دو فاسون انه يولي فما شكون يجي يطلب ميزون دوت، فما شكون يجي يطلب جيتو بيغال، فما شكون يطلب نزل، فما شكون يقعد في دار شباب، فما شكون يمشي للميزون شو اسمه توريزم شي لابيتون يسكن عند معناها عند عبد. معناها يلزم تنويع المساله هذه باش تولي تونس تعاود تتحل. خاطر قلت لك قبيليك راهو احنا مشينا في برودوي، مشينا في حاجه مقولبه. توا وزاره السياحه مطالبه وانا مطالب باش نحل الموضوع هذايا ونعطي دفع جديد للناس هذوما ونشجعهم، وانا ماشي في الحكايه هذه كما قلت لك، كل سوا من حيث الانفستيسمون اعاده رؤيه معناها دفع الاستثمار في الاتجاه هذا، والا حتى في مساله الميزانيفو كيفاش نجموا ندخلوهم اكثر في الميزانيفو ونعيطوا لهم ونحاولوا نقنوهم. وفما راهو مبادرات، فما حتى دي باير دو فون كي سانتيريس انا حتى في مساله الـ يعني التمويل وكل شيء فما برشا اجراءات. وعلى فكره احنا نعطيو دي بريم دافاسيسمون راهو اللي ميزون دوت. معناها انا ما فماش حتى اربع ايام التالي صححت ما عادش في قداش من مليون، معناها مبلغ مبالغ مهمه الاربعه ولا خمسه دي ميزون دوت في قصرين في سيدي بوزيد. معناها مشاريع تلقاها في حدود 600 الف دينار ولا 800 الف دينار وياخذوا مبالغ محترمه زاده باش نعاونوهم. صحيح لقيتهم مخرين عليهم برشا، مي الحمد لله ما نصحناهم وتخرجوا في وقت واضح. لكن في نفس الوقت السنة بالنسبة ل 2020 توقعات خلينا نسميوها
حاليا ما بين 7 و14% والدراسات تختلف حول نسبة السياحة في الناتج الوطني الخام. 2020 قديش نجم تكون نسبة السياحة من الناتج الوطني الخام؟ مش تطيح أكيد، لأنه احنا اليوم في غضوة 1 جويلية وما زلنا براتيك ما شفناش سياح. يعني احنا متعودين على الأقل، سيرتو كنا في 2019 كنا في كورب باهية، المفروض رانا توا عاملين أقل شيء 3 ملايين سايح، وعندنا أقل شيء معناها 3000 مليار في دخله. احنا مانيش هون، وحسب التقسيم اللي عملناه الزوناج هذا اللي عملناه في مسألة القوائم الخضراء والأورانج وكذا، ما سهلناش زاد الأمور الأمانة. لكن هذا اللي كليبر نحكي لك عليه بكري، أنت في وضعية خاصة عندك وباء ماكش متأكد إنه تقضى عليه تماما، لابروفوني انك تشوف دو طون زون طون يطلع يرجع في بلاصه. دونك تمشي على ضمن، لازمك تسايس روحك ما بين انك تحب تحاول لو ماكسيموم تستغل الصيف باش انك تجيب سياح، تجيب حتى تونسيين مقيمين من الخارج يساهموا زاد يعاونوا يجيبوا الدوفيز، وما بين انك زاد ما ترجعش المرض لا قدر الله معناها النيفو يقلق وما يسمحناش باش نعالجوا الموقف. هذا الاشكال اللي نعيشوا فيه احنا. انا كوزير سياحه ماذا بيا حل الحدود اكيد، لكن في نفس الوقت ماذا بيا التوانسه ما تمرضش، دونك لازمنا نردوا بالنا. وهيك علاش نتصنت اللجنه العلميه ونتصنت زميلي وزير الصحه ونحاول في كل مره نلقاو الحلول. مشينا من الاول كتذكرش البروتوكول الاولاني كان صعيب كله بالبي سي ار بارتو كل شيء ما مشاش. انتقلنا من بعد على حسب المتريز نتاع البانديمي في بعض الاسواق، قلنا بر فما دول المتريز ممتازه نجموا نحطوا مخضر، المانيا ايطاليا سويسرا النمسا فهمني طوميو، مازالوا بعض الدول الاخرين توا اورانج، مي احنا هذا يتحين كل يوم نجموا دون دو جور دون تروا جور ممكن دول الاخرى تولي تمشي للاخضر، هذا ينفس يخدم الناس. فما السياحه الداخليه ما نسوهاش، السياحه الداخليه زاد راهي عامله والعامله 20% من الويتي. واش نحولنا مع الجزائر؟ الجزائر للاسف كاك سمعتشي السيد رئيس تبون نتاع الجزائر قال راهو مازلنا مسكرين الحدود. انا اخر تصريح عملوا يا دو جور توا قال راهو مازلنا مسكرين. احنا اكيد معناها يقلقنا انه الجزائر تكون مسكره حدودها، يعني تعرف قيمه الجزائر بالنسبه لتونس معناها، معناها الكونكور نتاع الجزائر في الاقتصاد التونسي سواء بالسياحه ولا غير السياحه. دونك اكيد هذا فيه ضرر لينا، لكن الله غالب هذا ظرف صحي. احنا نتمناو انه الشعب الجزائري يكون بخير، نتمناو انه يقضي الجزائريين الاخوان الجزائريين يقضيوا على الكورونا نهائيا، ونتمنوا عليهم ويجونا مرحبا كالعاده. مهم ياسر وجودهم في تونس، مهم ياسر وجود زاد حتى الليبيين زاد مهم ياسر لبلادنا. شكرا وزير السياحه محمد علي التومي على حضورك اليوم بحذانا في نواد. تبعوا لي زيفولوسيون نو سوم ان بلين سيزون، بون كوراج بور لا سويت، وباش القطاع هذا اللي انت بيدك قلت اللي هو ريه من رويري الاقتصاد التونسي ينتعش كما ننتظروا. شكرا ليك. انا جست نحب نحيي التوانسه الكل ونقول لهم راه ان شاء الله يتعدى موسم صيفي جيد، ان شاء الله ما يزيد علينا كان الخير، انا تهمنا صحتهم ان شاء الله. العاملين في القطاعات المهمه نعتبرها خاصه فما زوز قطاعات عم تكون عندهم دور كبير في الجستيون في المده الجايه، هما القطاع الصحي تريز امبورطون، لانه احنا رانا مازالت ما فاتش الازمه، لازم دونك يكونوا ديما واقفين وبارك الله فيهم على المجهودات اللي عملها وان شاء الله ننتظروا منهم مزيد. والقطاع الحقيقه زاد القطاع الامني، لانه احنا ما ننساوش زاد تعدينا بازمات كبيره كلفتنا غالي، دونك لا فيجيلونس، وهما نتصور عند حسن الظن لازم نكونوا واقفين لبلادنا الناس كله وان شاء الله ربي مع تونس. مرحبا عايشك.